السلام عليكم. اليوم نشوفوا راح نشوفوا المشروع تاع طريق سيار اللي راح يربط مدينة بجاية بولاية بويرة على مسافة 110 كيلومتر، وكذلك يربط بنفس يعني نفس الهدف سوف يربط ميناء بجاية بطريق سيار الشرق غرب. وهذا مشروع هام جدا، لان ميناء بجاية يعتبر ميناء هام كذلك بسبب النشاط التجاري والصناعي الموجود في منطقة بجاية. اذا هنا رانا نشوفوا رانا في 10 كيلومترات الاخيرة اللي بقات من المشروع هذا. إذن قبل التنال الأنفاق اللي بقات هي يعني بقات كآخر حاجز لتجسيد الحلم الجزائري والحلم البجاوي لتحقيق هذا المكسب الهام جدا. إذن هنا رانا في 10 كيلومترات الأخيرة الطريق، وهذه 10 كيلومترات موجودة هنا رانا فوق الجسر نتاع تاسكريوت الموجود بالقرب من مدينة سيدي عيش. ونذكر كذلك بأن هذا الطريق هو من نوع ثلث أرويقة في اثنان زائد الشريط نتاع الوقوف الاضطراري لي بون داري ديرجونس، وهذا حسب المواصفات العالمية لطرق السيارة. وكذلك فيه كل المرافق نتاع لا سيكوريتي نتاع لي غليسيير دو سيكوريتي في الوسط وعلى الحواف. إذن ما تبقى من المشروع غير الأشغال نتاع التجهيز يعني ليزيكيبمون على مستوى الأنفاق تاع سيدي عيش، وكذلك الأنفاق يعني مخدومة على حسب المقاييس الدولية يعني ثلث أرويقة بإتنان. وهنا نشاهد الأنفاق بتاع سيدي عيش اللي راح تكون نفس المواصفات كما الأنفاق اللي شفناها في طريق السيار شمال جنوب على مستوى الشفة. فيها كاع لي زيكيبمون التجهيزات نتاع السلامة نتاع السائقين. وكذلك بطول الأنفاق عندها طول نتاع 1800 متر في كل جانب، يعني زوج أنواق سي تونال بي تيوب يعني من نوع دو تيوب، يعني فيه زوج أنفاق نتاع ست أرويقة، يعني فيها كما نقولو حنايا نفس الـ يعني لا كونفيغوراسيون نتاع الانفاق الموجوده على طريق السيار شرق غرب. وهنا نشوف الانفاق هذه. اترككم مع نهايه الفيديو، والسلام عليكم